الماضي كانت محاولة جيدة، وهذا كوليبالي تصل إلى نادر مطر، محاولة المرور تأتي هنا في القائد الأهلاوي الكبير، بينما لدينا محاولة من إدريس سانيانغ اللاعب السنغالي، وصلت الآن في وسط الملعب عن طريق اللاعب نادر مطر. هدافة لا شك ستكون منتظرة من جانب الفريق العماني. زايد الخير قائد العرب الحكيم هنا في طبعا ملعب كارتيرون، باتريس كارتيرون كان مدرب هذا اللاعب في وادي دجلة في 2016. خطيرة، فرصة، هدف للنجم. بدأت في أحداث هذه المباراة، هذه مباراة من الآن أقول لن تنتهي، لن تنتهي عند 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 تعادل سلبي اطلاقا، لن تنتهي عند التعادل السلبي اطلاقا. كره جميله وخطيره، محاصر من لاعبي فريق النادي الاهلي. يحسب للفريقين اعطاء هذه المباراه واعطاء هذه البطوله قيمه كبيره، وكره خطيره. والشناوي، الشناوي 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 حارس مرمى منتخب مصر طبعا، شاهدناه في المونديال في مباراتي الاورجواي وروسيا، وفي المباراة الثالثة أعطى الفرصة لأن زميله صلاح محسن في الكرة الماضية. لاحظ عندما يفقد النادي الأهلي الكرة يسترجعها بسرعة كبيرة جدا، وهذا يحتاج إلى عمل ولياقة بدنية كبيرة جدا. نادر مطر يأتي بكرة في الجهة اليمنى، لاحظ الضغط المتقدم الذي يمارس النادي الأهلي في هذه المباراة. نادر مطر عند الكرة الآن، اللاعب الدولي اللبناني في الجهة اليمنى، نادر مطر مرة أخرى، والتسديدة محاولة بعيدة. يعني قليلة هي المرات التي وصل فيها النجمة إلى مرمى فريق النادي الأهلي في مباراة اليوم. النجمة